السلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد المنزل اللي جا في السونتر ديال مدينة حد السوالم تجاري وعنده جوج الواجهات تبارك الله ما شاء الله، وعندك 5 ديال الريدوات وزائد لاكاب، وعندك التيراس. التيراس تبارك الله ما شاء الله قداش. تخدم شكاف في اي مشروع، عندك لاكاب يعني بالكرياج ديالو، عندك الرخام في الفرصاده، وزائد عندك حتى الشمس. المساحه 110 متر كاري مربع، عندك التيراس، غادي ندخلوا دابا المنزل. المنزل راهو هذا، الى فصاد مضروبه بالرخام والدروج السماية مضروبين بالرخام. تبارك الله ما شاء الله، الدار كلها بالرخام، المكازا كل الريدو عنده الموتور ديالو. عندك الباب سعدي للعكاف هو هذا اللي هنايا، دابا غادي نطلعو غادي نشوفو جميع الغرف والمطبخ. كما كتشوف الدروج ديال الرخام، عندك جليش في الحيط على متر ونص، وعندك حتى الإينوكس. هنا كنتواجدو في الطبق الثاني، تبارك الله ما شاء الله، عندك الرخام، عندك السويت أونفاس مع الدخلة ديال الشقة، عندك الصالون، عندك الحمام الرئيسي. غادي نبداو على اللي ان شاء الله. بصراحة غرفة النوم كبيرة، الأرضية مطلوبة بالرخام، عندك الليت في بلافو، عندك الدوش، عندك بلاكار، هذا هو الصالون، شوفوا الغرفة الثانية اللي فيها البلاكار تاهي اللي جات في الشوكة، الدار اخوان كلها بالرخام، الدار فينيا الغرفة الثالثة اللي كتفرج في الصالون،
لا كويزين اللي جات كبيرة ما شاء الله. المساحة 110، ثمن 185 مليون وقابل للنقاش. غادي نمشيو نشوفو الحمام الرئيسي، جوج الطوابق، نشرب صالة بحال البرومي بحال الدوزيام ايطاج، وفيها كوميرسيال وفيها حتى لاكاب. لماذا خاصة السانيتير؟ هذا هو العرض اليوم، كنت معكم التوفيق، الله يسخر الجميع.